التقاليد. طبعا هذا ناهيك عن ضعف الرادع القانوني. يمكن هذا الحكي مو جديد، بس الجديد بالموضوع ان الرجل ايضا يقع ضحية للعنف الاسري وبنسب ما يمكن باي شكل من الاشكال تجاهلها. وبحلقة اليوم من بالعراقي راح نفتح ملف العنف الاسري والمعنفين الصامتين، وشنو دور الجميع بوضع حد لهاي الظاهرة المدمرة والسبل الكفيلة بمعالجتها. عزا باحثون تصاعد حالات العنف الأسري ضد رجال من قبل زوجاتهم في العراق إلى أسباب عدة تصدرها اعتماد الرجال بمعيشتهم على دخل زوجاتهم وضعف الشخصية. كانت وزارة الداخلية وفي سابقة هي الأولى أعلنت عن تسجيل المحافظات عدا إقليم كردستان العراق 4500 حالة عنف أسري ضد رجال من قبل زوجاتهم خلال الأشهر الخمسة الماضية. اعتاد الناس على شكوى المرأة من عنف زوجها، لكننا اليوم أمام العكس، حيث سجلت محافظات العراق عدا إقليم كردستان 4500 حالة عنف أسري ضد رجال من أصل 14000 دعوة سجلت خلال الأشهر الخمسة الماضية. هذه أرقام رسمية تعلن لأول مرة، وأسباب كتمانها في السابق تتعلق بالأعراف وتقاليد المجتمع. باحثون عزوا تعرض الرجال إلى العنف الأسري وخصوصا من قبل الزوجات إلى أسباب عدة. للأسف الشديد ضعف شخصية الرجل، هنالك أيضا اعتمادية الرجل على الدخل الاقتصادي للمرأة سواء كان أبوها وأخوها أو حتى زوجها. هناك اعتمادية، بعض البيوتات العراقية الاعتماد 100% على الدخل المادي للفتاة العراقية، عائلة كاملة تنتظر المرتب الشهري لأجل أنهم يكملون معيشتهم. ويؤكد معنيون أن أغلب المعنفين من الرجال يرفضون الذهاب إلى المحاكم خشية وصمهم بصفة العار من قبل المجتمع، إلا أن عاملين في سلك القضاء يتحدثون عن وجود عشرات القضايا أمام القضاة تتعلق باعتداء زوجات على أزواجهن. مثل ما يمارس ضد المرأة هناك بعض الحالات تمارس ضد الرجل، فإحنا كمحامين نرى في بعض الحالات بالمحكمة زوجة تعتدي على زوجها، أو مثلا تقوم بحالات أخرى حيث تقوم بإقامة دعاوى كيدية، تقوم الزوجة بضرب نفسها وتأذي روحها من خلال صديقاتها بمساعدة صديقاتها أو بمساعدة أحد أفراد الأسرة حيث تقوم عليه دعوة جزائية. وفي إقليم كردستان الذي لم تشر إليه إحصاءات وزارة الداخلية العراقية، يؤكد اتحاد رجال كردستان تعرض 620 رجلا للعنف الأسري خلال العام الماضي، 8 منهم لقوا حتفهم على أيدي زوجاتهم، في حين تشير حكومة الإقليم إلى أن العنف الأسري الموجه ضد النساء يبلغ 4 أضعاف ما هو مسجل ضد الرجال. مراقبون شددوا على ضرورة وضع استراتيجية جديدة للحد من حالات العنف الأسري. هناك عوامل رئيسية بالمجتمع يجب الحد من عندها، وهي البدء من أطفال المشردين وتزويج القاصرات وتعدد الزوجات والبطالة، كل هذه عوامل تؤدي إلى العنف الأسري. إذا كانت الحكومة جادة من الحد بها من هذه العوامل بالمجتمع، نحن على الطريق الصحيح للقضاء على العنف الأسري بالمجتمع العراقي. ورغم تصاعد مستوى العنف داخل المجتمع، لا تزال مسودة قانون مناهضة العنف الأسري حبيسة الأدراج في مجلس النواب بسبب خلافات الكتل السياسية بشأن العديد من فقراته. يوسف الحسيني، الحرة، أربيل.
أرحب بضيوفي من السليمانية ريزان شيخ دلير، برلمانية سابقة في لجنة المرأة والأسرة والطفولة، ومن بغداد محمد جمعة الخبير القانوني، وطاهرة الطاهر الناشطة المدنية. كل الهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام. وخلونا نتفق مقدما، العنف مهما كان شكله أو نوعه أو من يقوم به مرفوض جملة وتفصيلا. وإذا اتفقنا خلونا نبدأ بالأسئلة، لأن اليوم يعني الرجال معنفين، فأنا ما أعرف شنو القضية. ست ريزان، تحياتي إلى جنابك وإلى ضيفك. بالتأكيد دائما أني أكرر وأقول، إذا كان بالمجتمع إحنا نربي فتاتنا وبناتنا بالعنف كله، أكيد بالآخر هي شو تسوي؟ قابل هي بعد إذا كان بيت أو تتعامل ويا مقابل بطريقة صحيحة. هذا خوف من القبل. طلباتنا على تشريع قانون حماية من العنف الأسري أو مناهضة من العنف الأسري لهذا السبب. بعدهم إذا كان مرأة كل يوم شوف هذه الأركات كموجودة داخل بيت، أكيد هي هم عندها رد فعل، وهذا رد فعل أبدا ما نريد. نحن نردنا نعيش بالأسرة كما بها عنف، يعني حتى الرجل تتعامل ويا المرأة بالهدوء، مو امرأة تتعامل ويا الرجل بخشونته وبهذه التعامل رد فعل. يعني هذا الرد فعل مو رد فعل سوي. لهذا مشكلتنا حاليا، يعني أنتم تشوفون. أما عدد الدعاوي كم موجودة من 14,000 دعاوي فقط داخل بغداد، 4,500 على أساس هذا، يعني ضد الرجل. أي ما هو أنا أريد أسأل على هذا، 4,500 يعني نعم. حالة تعنيف للرجال. طيب هنا أنا هاي طبعا عدا إقليم كردستان، بالحالة في عندكم إحصائية حول إقليم كردستان؟ إقليم كردستان حسب الإحصائيات الأخيرة، هذا مو دقيق لأنه دائما بنصف الأخير من السنة وزارة الداخلية من مديرية المكافحة العنف الأسري هم لحد الآن، يعني هذا ما عندهم إحصائية لحد هذه الأوقات. أما كموجودة تقريبا 18,000 دعاوي موجودة داخل الدعاوي داخل المحاكم. يعني من 18,000 إذا كان 620 ما بها وجه المقارنة، لأنه حياة متغيرة جدا. يعني نساءهم بهذه المجتمع المعنف وبهذه المجتمع الذكوري، أكيد المرأة هم بعد تعامل مو تعامل صحيح. لهذا هذا خطر جدا داخل مجتمعنا. إحنا تمنينا ونتمنى ولازم نشتغل بكل الجهد حتى مرأة ما تتعامل به قساوة داخل البيت، لأنه مو فقط رجل موجود داخل البيت، الأطفال موجودين. شلون المرأة تتعامل بالقساوة ويا الرجل بهذه اللحظات؟ بس في بعض الأحيان أساساً طفل ما تقدر حتى تروح تشتكي إذا كان عنده هذه. طب ست ريزان، خليني وياك يعني محطة واحدة واحدة، خليني أتوقف عدهن. طيب أنت ذكرتي بأنه ردة فعل، يعني هنا أنا رد الفعل دي يكون بأنه من المرأة على الرجل بهذا الشكل. بس أنت في أوقات سابقة ست ريزان كان هنالك إحصائيات في إقليم كردستان أيضا حول المعنفين، وكانت تظهر بأنه المعنفين من الرجال بكثرة كانوا. فحتى لو نعتمد على الأرقام القديمة بما موجود من أرقام قديمة، أقول يعني ضد الرجال، ضد الرجال قليلة، مو بس ضد الأطفال والنساء هواي موجود. يعني 18,000 14,000 دعاوي موجودة من هذا الدعاوي، إذا كان 620 دعوة رجل. وفي بعض الأحيان هذه الدعاوي كموجودة بإقليم كردستان، حتى إحنا نقول الحقيقة مو كل على عنف الأسري الضرب وهيشي داخل، في بعض على الميراث، على مواضيع الأخرى، لأنه قانون العنف الأسري داخل إقليم كردستان تقريبا هذا القانون على درجة الرابعة، وبها مشاكل أكثر هاي المشاكل في بعض الأحيان داخل الأسرة، يعني ما مرتبطة بين الزوج والزوجة أو الأهالي، مرتبطة يدخل بمواضيع أخرى كمرتبطة بالعائلة.
يعني وهذه هم من ضمن الدعاوي كمرتبطة بالدعاوي العنف. يعني مثلا دعاوي الميراث ما مرتبطة بالدعاوي العنف داخل. أما الآخر يصير عنف لأنه داخل الأسرة وعلى درجة الرابعة. يعني هذه المشاكل يعني ما هي اختلفت الأسباب لكنه يعني موضوعتنا هي العنف. هي العنف الأسري، هي داخل الأسرة، سواء كان على ورث، كان على خلاف، على مثل ما نسمع يعني في بعض الأحيان رجل يعود للبيت ما يلقى الأكل محمي إله أو ما يلقى الأكل اللي يبحث عنها، فكل هذا عنف أسري وداخل الأسرة الواحدة ست ريزان. وخليني أنتقل إلى أستاذ محمد جمعة وأسئلة، يعني على العوامل التي أدت إلى تزايد حالات العنف الأسري بهذا الشكل المتصاعد بالمجتمع العراقي. هي واضحة، من من العقاب أساء الأدب. زين. ما هو فبغياب القوانين الرادعة التي تحمي الأسرة من المعنفين حتما سيزداد العنف وسيبقى العنف بازدياد. يعني ترى هاي 14,000 حالة هاي خلال 5 أشهر بس، ها فعلت عنها وزارة الداخلية 14,000 حالة خلال 5 أشهر. يعني عندنا 3,000 حالة بالشهر، يعني ممكن تقريبا باليوم، يعني باليوم يعني خلال ساعه عندنا 4 حالات عنف. يعني هذه ايش؟ هذه بس اللي وصلت للمحاكم. طبعا اتوصل للمحاكم اضعاف مضاعفه. ماسك لك قضيه استاذ محمد؟ ماسك لك قضيه مال عنف اسري سواء لرجل او امراه؟ وحكيناها بدون ذكر اسماء. هواي قضايا ماسك عنف اسري، كثير قضايا. يعني أنا من هذه القضايا، أنا محامي بعد عمل، يعني فقضايا أسرية كثيرة جدا. خلينا نسمع على قضية واحدة من القضايا وياك. هي كثير، يعني كثير قضايا، وأصبحت طرق التعنيف أيضا بشعة. يعني في واحدة من الحالات هسه عفنا من الضرب، والضرب أصبحت عودنا عليه. في واحدة حالة استاذ جمعة احنا نريد نناقش حتى نشوف لنا قضية ونحاول من خلالها نناقشها، فأنت أكيد يعني عندك قضية من القضايا، ما نريد نذكر أسماء، اذكر لنا قضية من القضايا سواء كانت لرجل أو امرأة أو طفل أو طفلة، خلينا يعني نتحدث عن هذا الموضوع حتى يعرف حتى المعنفين شلون طرق يعني ربما تقديم الشكوى، لأن البعض من عندهم لا يقدم شكوى، هذا فقط المعلن عنه. بالضبط. أعطيكم حالة قصة من القصص ممكن تكون غريبة. قضية من القضايا، في رجل عمل فيديو مفبرك لزوجته بالذكاء الصناعي. عمل فيديو صورة مفبرك لزوجته أنه هي جنب رجل آخر. يعني هو ماخذ صورة هو وياها، يعني صورة أصلية هو وياها، عملها فبركة بالذكاء الصناعي وطلع كأنما هي بجنب رجل آخر. زين. بينما يعني لحد ما وماخذ هذا الفيديو ومدي للمحكمة وده يشتكي عليه، يعني دعوة كيدية. قايمته أخذ هذا الفيديو، أخذ فيديو مفبرك وصورة مفبركة عاملها بالذكاء الصناعي إنه هي جنب شخص آخر. يعني جت الزوجة مصدومة إنه هي الصورة الأصلية هي معاه، مو مع شخص آخر. وادعى المحكمة إنه هاي زوجته خاينته، راد يعني يحبس زوجته إنه هي خاينته. بنظرات تكنولوجيا هاي قبل أسابيع بين إنه لا، صور مفبركة. فيعني يعني شوفوا مستوى يعني لأي مستوى وصلنا. هذا يطعن بزوجته، يطعن بعظه بشرفه، غير يعني هو جاي يطعن فيها. يعني صور يعملها بالذكاء الصناعي او ما ادري كيف يعملها لانه هي جنب شخص اخر، ويرفع دعوى انه هي خاينته. هكذا مستوى وصلنا المجتمع، وصل لهذا المستوى. نعم. طيب. هذا مستوى خطير. يعني لازم نتفق له. نعم. طيب، لكن بالتأكيد يعني الجهات الرسمية كشفت يعني فحوى هذا الفيديو وأنه مفبرك، يعني يكون واضح جدا، ما أعرف إيش قال لنفسه يعني من سوى هذا الفيديو. على العموم ست طاهرة، إذا كنت جاهزة وتسمعيني، خلينا نتحدث عن أشكال العنف يعني اللي يمكن تسجلوها كناشطة مدنية، وإلمن منه اللي أكثر، يعني إحنا حسب إحصائيات وزارة الداخلية لدينا النساء أكثر المعنفات.
مساء الخير وتحية لحضرتك ولضيفيك الكريمين. ما يتعلق بقضايا العنف، ممكن يعني قبل الإجابة على هذا السؤال، هناك مفارقة كبيرة في العراق تحديدا. العراق من أكثر الدول في تجاوبها مع معظم التشريعات أو استحداث تشريعات والانضمام إلى معاهدات واتفاقيات تحمي الأسرة تحديدا من العنف. ولكن القضية وين؟ إنه معظم هذه القوانين يكون بطء في تشريعها. طيب أنا راح نجي على هاي، راح نجي على هاي القوانين، راح تكون عندنا محطة ونتحدث عنها وليش متأخرة الطاهرة. بس أنا دا أسأل، شنو أنواع العنف المسجلة من خلال متابعتكم كناشطة مدنية؟ نعم، معظم أنواع العنف هي في الغالب تكون هي التجاسر، الضرب بحجة التأديب، وهذا يعتبر هو مشرع له بما يتعلق بالمادة 41 من قانون 111 القانون العراقي 1969، من حق الزوج والآباء والمعلمين بحق التأديب. فأيضا قضية اللي حدث بعد الوضع الأكثر والأسوأ، معظم القضايا في طيب أنا راح أتوقف عند هذا الموضوع ست طاهرة اللي أشرت إليه حول القانون إذا يبيح الضرب سواء للمعلم أو للزوج، وبالتأكيد هذه نقطة خلاف راح نسأل عنها، لكن في يعني في المحطة الأخرى أريد بس أنواع العنف المسجلة وطبيعة هذا العنف وتأثيره على المعنفين. حالياً معظم أنواع العنف بصراحة هو بسبب التقدم التكنولوجي وغيره، فغالباً ما تكتشف المرأة الزوجة وأحياناً الزوج أي خروقات غير سليمة ما يتعلق بتداول بعض العلاقات غير صحيحة. هذه الحالة هي راح تكون واحدة من المشاكل واللي يعني تكون مصدر لأحد مصادر العنف اللي في مقدمتها هي التعنيف والتجاسر والضرب والطرد من بيت الزوجية وعدم احترام وجود الأطفال بالمطلق. ويعني هذه بالفعل شكلت واحدة من أهم الظواهر بالمحاكم العراقية. ما يتعلق بقضايا العنف أيضا عند العائلة العراقية، من وجهة نظري يعني ليس هو التجاسر أو الضرب أو التمادي بالكلام بالإساءة هو يعد عنه. أنا أعتقد حرمان المرأة من حقوقها، من حقوقها، بعض حقوقها المادية، من تقصير في واجب في حقوقها بملبس مأكل، التقصير أيضا في قضايا أدبية وثقافية، في التقصير في قضية الترفيه أيضا، أنا أعتقد هذا يعد واحدة من أنواع العنف اتجاه المرأة وحتى اتجاه الطفل في الأسرة العراقية. نعم طيب، يعني احنا راح نتابع بالتأكيد يعني هذا الموضوع، لكن ضيوف الكرام خلونا نذهب إلى فاصل ونتابع شنو تأثير العنف الأسري، وهل له يعني علاقة بتزايد العنف المجتمعي أيضا والجريمة؟ أهلا بكم في المحطة الثانية من برنامج بالعراقي، ضيوفا ومشاهدين. ست ريزان، خلينا يعني هنا نسأل يعني كيف يمكن يمتد تأثير العنف الأسري من الأفراد إلى المجتمع، وإذا لديك أمثلة يعني حول هذا الموضوع. طبعا احنا نحكي على الأسرة، أسرة كيان كبير داخل المجتمع، إذا كان ما عندك أسرة سوية بعد شلون احنا نحكي على مجتمع سوي؟ وفي هذه الحالة يعني حاليا داخل العراق بأكملها كلنا نحكي على ظروف الاقتصادية الصعبة، اجتماعية صعبة، سياسية صعبة،
فساد موجود داخل الدولة، كلها يتأثر على الأسرة. بالآخر أني أصير نائبة إذا كان داخل مجلس النواب، ما أفكر بالأسرة العراقية فعلا داخل الأسرة شو محتاجة، شلون أني لازم أشرع القانون أو أسوي حتى تشريعات جديدة، حتى في بعض الأحيان يمكن عندنا قانون يحتاج إلى تطبيقات عن طريقنا، لأنه إحنا صرنا ممثل لهذا الشعب ومن الأسرة طلعنا. بس مشكلتنا داخل الأسرة العراقية خاصة يعني دورتين كنت نائبة، كلش حاولنا على تشريع قانون مناهضة العنف الأسري، حماية من العنف الأسري، أما أغلب النساء داخل مجلس النواب، أغلب الأحزاب السياسية الدينية، كلنا نحشي على الدين، إحنا مجتمع أغلبنا مسلمين داخل دولة العراق، فعلا الديانة الإسلامية ويا هاي العنف داخل الأسرة؟ فعلا الديانة حاليا هذا الدين كل الشيخ الإسلامي، ويعني أقول سنة شيعة كلهم، بس إذا شخص يحكي على الدين مباشرة هم يعني بطريقة يحشون كهذه الدولة دولتنا بها أمان وكلنا داخل أسرتنا ملائكة، هذا الأشياء ما يصير. فعلا محتاجين إحنا إلى قوانين داخل الأسرة، لأنه الأسرة إذا معنفة شلون أنا أربي أطفالي؟ حتى هذا الزوج إذا كان مؤنف. طيب ست رزان، أي أفهم من حضرتك يعني فقط يعني نقطة، يعني تشيرين إلى أنه الدين له علاقة يعني بارتفاع العنف داخل الأسرة العراقية؟ طيب ما في أسر أخرى يعني في دول أخرى أيضا وموجود نفس الدين لكنه لا توجد مثل هكذا الأمور، يعني موضوعتنا يعني تداعيات هذا الموضوع، شلون تداعياته على المجتمع وكيف يمكن استثمار هاي العوامل الأخرى اللي موجودة اللي ذكرتيها يعني قبل قليل. أقول لك يعني يمكن ما وصل، إذا كان إحنا مسلمين وداخل مجلس النواب نشوف كل هاي وساكتين، لا كل هاي العنف داخل الأسرة فعلا محتاجة إلى قانون أو لا؟ يعني إذا كان أني ما شرع القانون يعني مخالف ديني، يعني ما سويت شيء لمجتمعي ولي أسرة كأني عايشة بيها، يعني مشكلتنا إحنا ما أخذنا الدين بمنظوره الحلو كموجودة بموجود الأصلي. فقط داخل مجلس النواب كل هاي السنوات وحاليا كل الأحزاب خاصة دينية ضد تشريع هذا القانون. أريد فعلا إذا كان شرعنا قانون يزيد العنف داخل الأسرة، وفعلا يعني هذا الوضع السيء كموجودة داخل أسرتنا يزيد أكثر، أنا أقول لا، محتاجين إلى تشريع القانون، محتاجين. طيب إذا كانت كل ست ريزان، إذا مثل ما تذكرين حضرتك وأنت كنت نائبة لدورتين، يعني إذا تشيرين إلى أن كل الأحزاب الدينية هي اللي من تعرقل يعني إقرار هذا القانون، وهذا قانون مهم جدا اللي يحفظ يعني الأسرة العراقية ويمنعها من الضياع، لأن نتيجتها بالتأكيد يعني حالات الطلاق والعنف المستمر وامتداداته حتى للجريمة داخل المجتمع. تشيرين أنه الأحزاب الدينية هي من تقف حجر عثرة أمام إقرار هذا القانون؟ شوف يعني أقول إذا كان عندك إحصائية، بهذا الإحصائية موجودة لدى مجلس النواب يقول 14,000 حالة العنف موجود داخل الأسرة، محتاجين إلى قانون لولا؟ أكيد محتاجين. وبعد مو بس هذا فقط، احنا محتاجين الى القانون، مشكلتنا أسرة مثلا بوقت الزواج، فعلا اذا كان امرأة كملت 18 سنة او كملت الجامعة او كملت الدراسة، احسن لو اذا كانت طفلة 10 سنوات او 11 سنة تتزوج، يعني وهذا بها تأثير كبير داخل الدولة العراقية، زواج الصغار السن هواي موجود، شيء عرف على الأسرة. وبعد مباشرة يعني فعلا إحنا ما عندنا لحد الآن مكاتب استشارات للأسرة للزواج، شنو زواج فعلا؟ هذه يعني بنية الأساسية للمجتمع، بكل سهولة فقط أنت تدخل إلى هذه المؤسسة؟ إحنا نقول ما دام
هذه المشاكل موجودة داخل الدولة وصارت مشكلة كبيرة وظاهرة كبيرة، يحتاج إلى مجموعة معالجة صريح سريعة، من أهمها تشريع القانون، وباقي مثلا مثل قلت محتاجين إلى مجموعة من الأماكن يعني أقول محافظات، حتى في أماكن مجموعة من المكاتب الاستشارات للزوج والزوجة. إذا كان أني داخل الأسرة عندي مشكلة لازم أروح إلى مكان، هسه ماكو أماكن، فقط منظمات المجتمع المدني موجودة، ومنظمات المجتمع المدني هم مشاريعهم قليلة، ومشاريعهم مو فقط مرتبطة بتوعية، في بعض الأحيان أني ما عندي مشكلة حتى أروح إلى منظمة، فقط محتاجة إلى مجموعة استشارات، يمكن ما أحصل على أهلي، ما أحصل على أهل زوجي، محتاجين إلى هذه الأمور، وهم توعية كلش مهمة عن طريق الإعلام. طيب هو يعني ما هو هذا رح نتوقف عنده، يعني هذا كله رح نتوقف عنده يعني بالمحطة المقبلة، نبحث وياكم ضيوف الكرام عن حلول يعني لهذه المشكلة، والمشكلة أصبحت ظاهرة بشكل منتشر بشكل كبير. لكن قبل أن ننتقل إلى أستاذ محمد ستريزان، يعني بالحالة أنت لاحظتم من خلال يعني متابعتك أنت وحضرتك من السليمانية، تابعتك اختلاف أيضا يعني ما بين هذا العنف، ما بين المدينة والريف، ما بين أقليم كردستان وبقية المدن داخل الإقليم نفسه، تختلف من مكان إلى آخر؟ أكيد، في لأنه يمكن داخل السليمانية أو داخل المدينة مجموعة متغيرات موجودة، مثل قلت يعني مثلا داخل السليمانية مجموعة مكاتب موجودة، مكاتب الاستشارات والزواج، هذه مكاتب استشارات حكومية؟ استلالها استشارات أهلية، أغلبهم أهلية، أما أو عن طريق المنظمات هم المجتمع المدني، وبعضها يعني حتى ناس يروح إلى هذا المكان يدفع الفلوس حتى يأخذ الاستشارة، ومن حق بعدهم قبل الزواج، قبل إصدار عقد الزواج لازم عندهم دورات أو ورشة خلال يوم أو ببعض الأماكن 3 أيام، استشارة على استشارة علمية طبية قانونية، حتى هذا الشاب أو الشابة يدخلون إلى هذه المؤسسة الأسرة تحتاج إلى توعية. هذه الأمور إذا كان بها بكل الأماكن أكيد بها تأثير، لأنه أنا أشوف حاليا في بعض المناطقنا يعني قللت بهذه التوعية كموجودة، أما مناطق الأخرى كما عندها أي توعية أو أي إمكانية ووصلت التكنولوجيا بكل بيت، يعني المرأة عندها كل وسائل بين إيدها، أما داخل بيتها كبيت قديم بعقلية بتعاملها بتصرفاتها، وهذه الأمور يتأثر عليهم، لأنه إحنا حتى في بعض الأحيان إحنا عندنا توعية للمرأة، دورات للمرأة، ما عندنا نفس الدورات للرجل، بالآخر هم هذا الولد أو هذا الرجل هم يحتاج إلى توعية، لأنه هو أساس الأسرة، رب الأسرة لحد الآن، لأنه هذه الأمور كل هاي المدة منظمات تشتغل أو من قبل يعني حتى إعلام يشتغلون، لازم يدورون على طريقة أخرى حتى يصير مساواة بالعمل بين المرأة والرجل لهذه الأسرة. نعم. طيب أنا أستاذ محمد، يعني من خلال كلام ست ريزان يبدو بأنه المعنف والمعنف كلاهما لا يفقه حقوقه، يعني حقيقة الأمر كلاهما لا يعرف يعني كيف يمارس حقوقه أو يطالب بهذه الحقوق. هل هنالك يعني أشار ست ريزان إلى هنالك مكاتب استشارية حول هذا الموضوع ويدفعون الناس يروح، لكن اللي ما عنده مثلا ما يروح، أو اللي ما عنده مدى يفهم ما يفقه حقوقه بحقيقة الأمر شو يسوي بالحالة؟ وعندنا مثلا كمثال واحد من القضايا الناس اللي ما تعرف حقوقها زواج القاصرات. بالفعل مثل ما تفضل سيدة ريزان، احنا عندنا مشكلة كبيرة انه عدم فهم لحقوقهم، يعني كلا الطرفين الزوج والزوجة مو عارفين ايش حقوقهم، مو عارفين اصلا شو التزاماتهم. فهذه مشكلة كبيرة عندنا احنا ببغداد باقي مدينة العراق ما عندنا مكاتب استشارة، مشكلة سليمانية ممكن، لكن في بقية المناطق ما عندنا هاي المكاتب الاستشارية، ما عندنا، ما موجودة. طيب هي شو يعني المكاتب الاستشارية؟ هي مكاتب اجتماعية، مكاتب نفسية، أليس كذلك؟ يعني الباحث الاجتماعي من يقوم بهذه المكاتب، لكنه يكون متخصص، أليس كذلك؟
هو متخصص يعني حل مشكلة، لا حل مشاكل أزواج، هذا تخصص بحد ذاته. احنا مشاكل أزواج ده يدخل فيها العم والخال والجد والجدة والمحامي والمحامية، ودول كلهم مختصاصه. انا محامي، انا مختصاصي حل مشاكل. ما دارس كيف احل مشاكل. زين استاذ محمد، توفقون انتم بيناتهم لو تكونون طرف بإشعال يعني فتيل الأزمة كمحامي؟ والله والله للأمانة كثير محامين يعملون على مود يوفقون، كثير محامين والله يشتغلون حتى نحاول نوفق بين طرفين. بس هي الفكرة وين؟ الفكرة مختصاصة. هسه أنا كمحامي أنا ما عندي خبرة أصلح بين اثنين، انطيني مشكلة أروح فيها للمحكمة أعرف ولا شغلتي، لكن انطيني مشكلة أحلها، أنا مو ما أعرف كيف أحل مشاكل. مختصاصي حل مشاكل أزواج تخصص بحد ذاته. احنا هذا تخصص، لكن بالمحاكم، اعتقد ربما شاركني الراي بان هنالك مكاتب مختصه، يعني قبل ان يبت باي قرار من القرارات يعني يبعثون الى لجنه حول هذا الموضوع لمتابعه حالتهم. واحده من مشاكلنا هاي ليش بالمحاكم عندنا بحث اجتماعي، لكن هو شكلي. ليش شكلي؟ لان هذا البحث الاجتماعي مسكين انطيه 40 قضيه 50 قضيه باليوم، ولازم خلال نص ساعه يقعد وياهم. ولكم مشكله يعني دائما المحكمه وهم وصلوا له يعني لا يعطى وقت، لا يعطى وقت، يعني يجب ان تحسم. ماكو وقت. نص ساعه نقعد وياهم، ولك واحد يحل مشكله بنص ساعه، مشكله صار لها اشهر بنص ساعه يحلها. اني بحث اجتماعي لو افعله بالمحاكم اقول للبحث الاجتماعي كل 20 صلح تجيبه بالشهر اعطيك علاوه، اعطيك مكافاه، وخذ وقتك وياهم، اقعد وياهم اسبوع اسبوعين 10 ايام شهر، اقعد وياهم دز على الزوج والزوجه والاب والام، دز عليهم، خليه يفعل بحث اجتماعي بالمحاكم. انا شلون هذا البحث الاجتماعي قاعد في غرفه صغيره وانطيه نص ساعه يحل مشكله؟ مستحيل، ما تنحل مشكله بنص ساعه. فهذه البحث الاجتماعي في المحاكم لازم انطيه مكافاه. انا انطيه هو راتبه كله 700 واقول له تعال حل لي مشاكل؟ ما مو اقول هذا البحث الاجتماعي في المحكمه انطيه كل 20 حاله صلح بالشهر. طيب استاذ محمد، كم باحث اجتماعي موجود في كل محكمه؟ انت اشرت الى انه يعني باحث واحد وعده قضايا يستلم، في كل محكمه كم باحث موجود؟ بمعدل 4 إلى 5 يعني معدل باحث اجتماعيين في كل محكمه من 4 إلى 5 تقريبا في كل محكمه، لكن عدد القضايا عاده يوفقون بحل هذه المشاكل، وعاده يعني ما تكون بانه عمليه استعجال وانتهى الامر. بس كلش قليل عندنا حالات الصلح. ليش؟ تصير حالات صلح عن طريقهم بس كلش قليله. ليش؟ لان ماكو مجال، ما عنده مجال يقعد وياهم. ترى والله كثير حالات طلاق بس محتاجين طرف ثالث يحكي وياهم. نعم. محتاجين طرف ثالث من خارج المشكله، من خارج قوقعه المشكله يحكي وياهم. والله تنحل. بس يعني في ايضا في قصه اذا تسمحوا لي. كيف؟ اثنين جايين يطلقون، جايين يطلقون فوق امام القاضي. القاضي حكى وياهم قال لهم يعني رجل راديو قام تذكروا احلى لحظه بحياتكم ايش كانت؟ تذكروا احلى لحظه بحياتكم، انتم متزوجين صار لكم كذا سنه، تذكروا احلى لحظه بحياتكم تذكروها؟ طيب اني خليني نعم. طيب استاذ محمد، انا خليني ارجع من المحكمه حتى ما نوصل القضيه للمحكمه، خلينا نرجع. احنا المفروض كان نخليها نحل المشكله بالبيت، وخلينا نسال ست طاهره يعني حول هذا الموضوع، ويعني قبل ان ناخذ القضيه يعني بتداعياتها بهذا الشكل، يبدو بانه هي عندما تذهب للمحكمه يجب ان تحسم، لكن بالبيت ما نقدر نحل هذه المشاكل العائليه قبل ان تتسع وتكبر وتصل للمحاكم؟ صوت العقل وينه داخل البيت هنا؟ بصراحة هناك بدأت عملية انحياز كبير في يعني لا أحد الطرفين، وهذا ما يعقد المشكلة بشكل كبير. وخلال دراسة بتقريبا 177 جريمة ارتكبتها المرأة قتل الزوج، وهذه واحدة من الدراسات اللي ظهر أنه معظم اللي ارتكبن الجرائم اتجاه الزوج في العراق، أنا أتحدث عن في العراق من 2009 حتى 2024 تقريبا 177 جريمة.
أولا هم لم يعني ما كملن دراستهم الدراسة، يعني يا دوب الابتدائية أو المتوسطة. معظم يعيشن في أطراف المدن، يعني معظم من ارتكبن الجرائم هم ويعيشون في أطراف النساء في أطراف المدن. عندهم عدد كبير من الأطفال، يعني من 3 إلى 5 أو 6 أطفال. هذه بالإضافة إلى الوضع المادي اللي غالبا ما يكون أما يعني وضع ضعيف أو متوسط. هذه المؤشرات كلها ترتبط بقضية أولا الوعي، الإدارة الأبوية الحقيقية من قبل الكبار للزوجين. أحيانا بدأ ينتشر أو حاليا بدأ ينتشر اعتقاد كبير أنه حرية التصرف أو الحماية للحرية الفردية داخل الأسرة، فما بدأت المرأة تتقبل الرأي أو تسمع نصيحة الأم أو الجدة أو بعض طيب أنا خليني أتوقف مع حضرتك ست طاهرة. يعني السيد هنانا المتحدث باسم وزارة الداخلية أشار إلى أنه خلال إحصائيات ودراسات سابقة إلى أنه المسببات لهذه المشاكل ولهذا العنف هو التغيرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأيضا فهم خاطئ من ضمن القضايا اللي يشير لها فهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح يعني غير متقن وغير مدروس على مواقع التواصل الاجتماعي. واني خليني أسألك يعني هنا من خلال منظمات المجتمع المدني أنتم يعني كيف تنظرون إلى هذه يعني حقيقة الأمر الأسباب التي تقود إلى العنف الأسري؟ عملت على تذليلها؟ عملت على إيضاحها للمجتمع للأفراد؟ دخلت ووصلت إلى عوائل وثقفتوها من خلال هذا يعني هذا الموضوع؟ لو وجدت جدران عالية عدم سماح لكم للوصول إلى هذه العوائل؟ أستاذ العزيز، أولا هناك ظواهر مهمة هي حدثت في المجتمع العراقي. بعض منها هي الظواهر ظاهرة الهبة الديموغرافية اللي هو معظم الشعب، هاي تحدث كل 30 سنة. معظم الفئات العمرية بالشعب العراقي هي من يعني بحدود معظمها من الشباب. نعم، يعني 60% 60% هذا العام، و 65% هم من الشباب. نعم. وهاي ظاهرة إذا لم تتخذ إلها إجراء، يعني الحكومة إذا لم تكن هناك إجراءات إدارية لهذا الموضوع وتأخذ احتياطات، هذه الهبة الديموغرافية تنقلب يعني على العكس على المجتمع العراقي. ليش؟ لأنه هناك إذا ماكو خطة استراتيجية راح تكون هناك بطالة، راح تكون هناك مشاكل اجتماعية. فضلاً على أنه إحنا هناك عندنا توازن أيضاً ديموغرافي اللي هو نسبة الإناث متوازنة مع نسبة الذكور. وهذه تحديداً تحتاج إلى وضع سياسات استراتيجية أيضاً ما يتعلق بإدارة مقدرات المرأة وإدارة مقدرات الرجل، من حتى من ضمنها الاهتمام بقرار 1325 هو أن تكون المرأة في مواقع صنع القرار تكون لها كينونة، وهذا يحل من بعض المشاكل الاجتماعية عندما تحس بقدرتها ووجودها في المجتمع. نعم. إضافة إلى أنه إذا ذكرنا بأنه عدنا وعدنا 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 أيضا ارتفاع بأنه بحقيقة الأمر بالأمية وارتفاع بنسب الفقر وعوامل عديدة أخرى اللي هي تساهم بشكل أو بآخر بمسألة العنف الأسري. طيب ضيوف الكرام، خلونا ننتقل إلى فاصل أخير وبعدها نتابع شنو الحلول المناسبة والفعالة المقدمة للحد من العنف الأسري، وليش تأخر تشريع قانون لمكافحة هذه الظاهرة وتقليل تداعياتها السلبية على المجتمع. أجدد ترحب بكم ضيوفا ومشاهدين. إذن وصلنا إلى المحطة الثالثة والأخيرة من برنامج بالعراقي. ست ريزان، يعني قانون العنف الأسري يدور بأروقة البرلمان، يبحث عن ملجأ، يبحث عن من يقره، شنو الحلول المقترحة من النواب وليش دا يتعرقل؟ يعني بالفاصل الأول يعني كان هنالك واحد من ضيوفنا أشار إلى أنه الأحزاب الدينية، حضرتك أشرت إلى الأحزاب الدينية تقف حجر عثرة أمام إقرار يعني هذا القانون.
فشنو الحلول التي يجب أن يعمل عليها النواب الممثلين للشعب ودي يشوفون بأنه هاي الظاهرة في حالة تصاعد كبير جدا في داخل المجتمع؟ لازم من قبل منظمات المجتمع المدني، من قبل يعني سوينا هذا للشعب، بس لازم مرة أخرى نبدي بقوة نشتغل، وخاصة وزارة الداخلية لأنه هم مسؤولين، لأنه ما عندنا قانون حتى مكان معين مسؤول عن الإحصائيات وعن هذه الجمع عن هذه الجرائم. وزارة الداخلية وهم حكومة عندها مسؤولية بهذا الوقت، ما دام صارت ظاهرة خلال 5 أشهر أو 3 أشهر عندك 14,500 دعوة داخل المحاكم من العنف الأسري، لازم حكومة يفكر، هذا خطر على الدولة، يحتاج تشريع القانون أول شيء كلنا، وهم لازم بأي طريقة إحنا نشرع هذا القانون. طيب ست ريزان عزيزتي، يعني المشروع القانون بشأن العنف الأسري انطرح بمجلس النواب عامي 2019 و20، أيضا قبل ذلك طبعا جرى مناقشة داخل مجلس النواب بالعام 2015 لمسودة القانون العنف الأسري، لكن كان دائما ما يتوقف. حضرتك كنت في واحدة من هذه الدورات، شنو اللي عرقل الموضوع هذا؟ كلهم يوصل إلى خاصة دورة ثالثة ووصلت إلى تصويت على مشروع القانون مباشرة، هذه الأحزاب مع كل احترامي لهذه الأحزاب الإسلامية باسم المرجعية، وحتى إحنا زرنا مرجعية. شنو مشكلتهم؟ ليش دا يعرقلوا؟ وين يعني وين الحجر؟ وين العصيدة توضع؟ وين في أي مكان؟ بنظرهم لأنه هذه القانون ما دام المرأة تقدر تروح تشتكي والطفل تروح، يقولون الأسرة بها خصوصية، وهذه الخصوصية لازم عندك كل مشكلة داخل الأسرة أنا هم ويا هذه الخصوصية، والله أتمنى كلنا نقدر نحلل مشاكلنا داخل الأسرة ما نوصل إلى الشرطة وإلى المحاكم، أما ما قدرنا، ما عندنا وسيلة أخرى، لأنه ما عندك أماكن غير محاكم والشرطة حتى تحل مشاكلك مثل ما قلت، ما دام ما عندك مكانات الاستشارات وحتى أهل مختلفة من القبل، حتى شيوخ العشائر، حتى الدين، حتى الشيخ داخل المساجد، كل مسؤولية الكل. يعني 4 أسابيع كنا داخل المرجعية، هم كلامهم كل على احترام الأسرة، لازم أسرة يبقى متماسكة، كل هاي الأمور لازم رجل يحترم المرأة داخل الأسرة، يعني كل هاي الأمور، بس من بعد ما بها تأثير بالآخر. أنت محتاج حتى بإقليم كردستان ليش قللت العنف؟ ويعني حسة مختلفة، يعني ناس فعلا إذا كان عندك مشكلة أكو مكان تروح حتى تحل قبل يوصل إلى محاكم. يوجد في إقليم كردستان قانون للأسرة؟ قانون من 2011 كان عندنا، وإحنا دائما أنا قلت إحنا مجتمع إسلامي، والله أصلا إسلاميين يمنا كسنة متشددين أكثر من المسلمين كموجودة من الشيعة، والقانون ليس حبرا على ورق، ده يوجد طريقة للتنفيذ. بالعكس، اصلا قانون مطبق، وهم ملفات الامنه موجوده، اذا كان المراه عندها مشكله يروح الى وين؟ انا دائما اقول انا ببغداد اذا كان متواجهه الى مشكله، اسرتي ما موجوده، عائلتي ما موجوده، وين اروح؟ اذا ما عندي مكان من قبل الحكومه، لازم هذه الملاذات الامنه الحكومه خاصه وزاره داخلية يحمي هذا المكان، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل الشلتر أو ملاذات الآمنة بها توعية أو حتى حماية هذه المرأة، ما موجود يعني بصورة رسمية، ما موجودة، هسه موجودة بتقريبا 5 من المحافظات، وهم داخل هذه المحافظات لحد الآن ما عنده اهتمام كامل، وحتى ما عنده وسائل لهذه المرأة إذا كان معنفة بهذه الأماكن. هذا أول شيء، يعني محتاجين إلى قانون، لأنه إذا ما عندنا قانون إحنا يعني حتى وزارة الداخلية المضحية يجي يمهم يروح إلى محكمة وبعد ما عندنا مكان، والله ما هي وزارة الداخلية جهة تنفيذية تنتظر قانون حتى تطبقه، إذا ما عندها القانون فعلى أي أساس تتحرك؟ ما عندك قانون حتى بقانون العقوبات، يعني أكيد محكمة الأسرة موجود، بس بقانون العقوبات
تحكم. قانون المناهضة العنف الأسري مختلفة تماما، مختصة بالأسرة، يمكن بها مجموعة من القرارات أو مجموعة من الأمور داخل القانون، مثل لازم بها لجنة من اللجنة الاستشارات، هذا اللجنة استشارية بها باحث اجتماعي، محامي، شيخ ديني، كل هاي الأمور حسب المحافظة وحسب المكان. قبل يوصل إلى محكمة عندكم مجموعة من الجلسات يمكن يوصلون إلى كم. طيب أني ست رزان، يعني خليني أشوف أستاذ محمد، يعني ورجل قانون، هو خبير قانوني ومحامي. طيب يعني هذا القانون حاليا دي يواجه عراقيل، ما دي يتنفذ، ما حد دي يصادق عليه. طيب وأشارت ست رزان إلى أنه يعني في مسألة بأنه المسألة يقولون بأنه هاي أسرة ويجب أن تحل مشاكلها بالداخل، ما يريد ينطون أكثر حقوق للمرأة. لكن خلينا نسأل، سواء كانت المرأة أو الطفل مهما كان أو حتى الرجل، أليس هو عضو في المجتمع والدستور ضمن إلى حقوقه؟ فكيف بأنه هنا ده يفصل مسألة الأسرة عن بقية الحقوق الدستورية للفرد؟ لأن مجتمعنا ذكوري، لأن مجتمع ذكوري، ومن هم متصدين للعمل التشريعي في مجلس النواب أغلبهم في هذه العقلية، عقلية المجتمع الذكوري، عقلية بأن المجتمع الذكوري هو المسيطر، وهم يخافون من حقوق المرأة، يخافون أن يعطون للمرأة حقوقها. هاي سالفة والله إحنا نريد نحمي الأسرة من التفكك، ترى هذه هم هذه حجة واهية. هم الحقيقة يريدون يخلون الأسرة اللي بيها عنف هاي أسرة مفككة، الأسرة اللي بيها معنف داخلها هي أصلا أسرة مفككة. هم يريدون الآن حماية سرية التفكك الأسري، لأن هسه عندنا تفكك أسري بس سرية ما حد يدري بيها، بس 14,000 حالة، بقية الحالات ما حد يعرف بيها. هم يريدون يحافظوا على هاي السرية، لأن يعني الأسرة مفككة بس بصورة سرية، ما يريدون الناس تعرف بيها، لأن هم نفسهم في أغلبهم، مو كلهم، أغلبهم هم أصلا يعنفون، أغلبهم تلقاهم معنفين ويعنفون. فما يعني هذه ولا ما معقولة احنا 2024 ياس نناقش عندنا قرارات مسوية وما عندنا، والله ايه، وعندنا 14,000 حالة في 5 أشهر. طيب وهذه رسالة، يعني رسالة من خلالك بأنه احنا نذكر بأنه العراق دولة ديمقراطية ويجب أن يضمن الحقوق لجميع الأفراد بما فيها الأسرة اللي هي نواة المجتمع. وخليني يعني أسأل ست طاهرة بالحالة، يعني القانون يعني يواجه عراقيل كثيرة، الدور منظمات المجتمع المدني بالتوعية المجتمعية وإضافة للضغط على الجهات على المشرعين لمحاولة إقرار هذا القانون، دوركم قوي ضعيف، وين أنتم يعني من هذا القانون؟ عدد من منظمات المجتمع المدني الحقوقية رفعت دعوة بشأن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري وقد للمحكمة الاتحادية، وللأسف رد هذا القانون. السبب نرجع نقول ونفسه المادة 41 من قانون العقوبات 111، هو يسمح للزوج والأب والآباء والمعلمين بالتأديب بحسب ما يقر الشرع والقانون. هي فحوى هاي الماده هي الاساس، بالاضافه الى يعتقدون. طيب انا اسمحي لي ان اقاطعك فقط واعود للاستاذ محمد. استاذ محمد، هذه موجوده الفقره بالقانون ان يحق للرجل والمعلم ايضا التاديب؟ 41 بحق التاديب الزوج على زوجته، يعني اي ضرب خفيف هو ما يترك اثر. وهذه نقطة خلاف بالقانون. نعم موجود القانون حاليا، موجود القانون. نعم طيب، نعم ست طاهرة اكملي لو سمحتي. عذرا، هذه المادة نفسها يعتقدون انه هاي المادة تتعارض مع نص قد ورد في القرآن يتعلق بتأديب الزوجة او هجر الزوجة وضرب الزوجة فيما لو قصرت بواجباتها. نفس المادة تعارضت مع عدم انضمام العراق للبروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل اللي هو البلاغات او تقديم الشكاوى الفردية.
السبب هو هذا، انه الماده 41 ايضا موجوده بالقانون العراقي، القانون العقوبات، يجب ان تلغى هذه الماده حتى يتمكن العراق بالانضمام الى هذا البروتوكول للبلاغات. ومنذ من 2014 اللي كان اول اجتماع بهيئه رعايه الطفوله لمناقشه هذا البروتوكول اللي هو البلاغات، واللي هو حقيقه يحمي الاسره العراقيه والطفل العراقي تحديدا من العنف. وللأسف كانت هناك مسببات وأعذار ضعيفة جدا تعتذر عن نقل هذا الموضوع البروتوكول لعدم الانضمام. شكرا جزيلا أستاذ طاهرة، شكرا. وصلنا لنهاية البرنامج، بس نقول يعني رفقا ببعضكم البعض يعني، والأسرة هي نواة للسعادة. أشكر ضيوفي من بغداد رزان شيخ دلير، برلمانية سابقة في لجنة المرأة والأسرة والطفولة، ومحمد جمعة الخبير القانوني، وطاهرة الطاهر الناشطة المدنية. وسلامتكم، انتهت حلقة اليوم، وباشر موضوع جديد وبالعراقي. يمكنكم متابعة البث والإعادة على منصاتنا المختلفة، والتفاعل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقولكم بالعراقي أودعناكم.